في نص دقيقة، توقعاتك الأهلي كام والزمالك؟ 3-0 لمين؟ الأهلي. ما أنا متوقع أن أقول نتيجة غير بتاعتي. 3-1 3-1 لقاء لقاء توقعاتها البرنامج اللي قبلي. اه يا جماعه 4-1 يعني هو الراجل بيتوقع وانت عارف ان هو هيعمل ايه. 4-1 الواحد يتوقع هيقول يتوقع على حسب 4-1 ها 4-1 يا باكا التيشيرت هو 15 تيشيرت 3-0 للاهلي، توقعاتك للزمالك 4-1 للزمالك 1-0 للزمالك. ادي تيشيرت الزمالك اهو، انا عندي تيمبل ادي بصوا والله العظيم لسه طالع من الشنطه عشان اعد نص دقيقه اهو، ادي التيكت اهو. خمسة من دول يا جماعة فيهم المفاجأة اللي متحدي بيها مين؟ منصف أوسا معايا التيشيرت اللي ماضي عليه البروفيسور فيريرا، بتحدى بيه منصف بتيشيرت شيكابالا ده. ايوه لازم تقول مين اللي هيجيب الاهداف. خمس تيشيرتات فيهم واحد بتاع البروف فيريرا. 1-0 نصر ماهر. اه وده 15 تيشيرت، وعامل لكم مفاجأة التيشيرتات التمرين. 1-0 4-1 2 وسام ابو علي وواحد امام وواحد قفشه. شكرا جزيلا، التقيكم على خير ان كان في العمر بقيه، احتمال نطلع بكره واحتمال اكون في السعوديه، لم احدد خلال ساعتين احدد، ولكن لو ما ظهرتش بكره معاكم اكون في المملكه ارينا، وبنفكر نعمل تغطيه من قلب الملعب مع حد هيكون معاكم في الاستوديو، هنشوف الدنيا هتبقى فيها ايه.